هذا ويواجه الاقتصاد الإيراني اضطرابات وتوترات منذ أشهر، وقد تضاعفت بعد أن فقدت العملة الإيرانية الريال 70% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي على إثر عودة العقوبات الأمريكية على طهران، وهو ما كان من أبرز أسباب خروج الحشود والمظاهرات المستمرة للمطالبة بإصلاحات حقيقية ووقف السياسات الخارجية الإرهابية التي يتبناها النظام الإيراني.